السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ونور قلوبنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقبل أن أبدأ في هذا الفيديو الجديد والذي يتحدث عن موضوع مهم، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إن كنت تراني للمرة الأولى، والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أتحدث فيه عن التسمم، التسمم الناتج عن أكل الطيور، طيور الكناري أو الحسون للخس أو الخضروات بشكل عام أو أي خضار. متابعي الأعزاء، هذا فيديو مهم، فقد يخسر المربي مزرعته كاملة بسبب تسمم الخضار. إذن احذر من أين تأتي بأوراق الخضار لكناريك أو لحساسينك. العديد من مربي الحسون يعتمدون على ما يسمى الهندباء أو خس الوز، ما نسميه خس الوز أو الهندباء، في إطعام الحسون في هذه الفترة القادمة، وعلى نبتة الفجيلة وعلى نبتة لسان الثور ونباتات أخرى مثل القريص وما شابه ذلك. احذر عزيزي المتابع، عزيزي المربي، من هذه النباتات إذا كانت مزروعة بجوار دفئات زراعية حيث يخرج رذاذ الأدوية التي ترش على الطماطم أو ما نسميها البندورة أو الخيار أو أي نبات يزرع داخل الدفئات الزراعية، فقد تخرج من خلال فراغات، تخرج على هذه النباتات التي تكون حول هذه الدفئة الزراعية، فيقوم المربي بقطفها ويغفل عن أن رذاذ الدواء قد خرج إليها، فيأخذها ويعود بها إلى طيوره ويطعمها، وبالتالي ستموت هذه الطيور. سأتحدث في نهاية الحلقة عن علاج التسمم على عجالة. النقطة الرئيسة في هذا الموضوع وهو الخس، سأتحدث عن قصتين سريعتين. القصة الأولى أن أحد المربين كان يزرع الخس في أرضه، يزرع الخس في أرضه ويزرع حول هذا الخس شجر الزيتون. ونعرف أيها المتابعون في أنه الآن في مارس ثم أبريل ينتج الزيتون نواره وأزهاره وتتفتح. يقوم المزارعون برش الزيتون بالمبيدات الحشرية التي تقضي على الطفيليات التي تركب نوار الزيتون، أزهار الزيتون، وعلى أوراقه، مثل يعني طفيل يسمى بعين الطاووس أو طفيليات تسمى بالقطنية، مثل القطن تركب أزهار الزيتون. تمام، يغفل هذا المزارع أو هذا المربي بأن رذاذ هذا الدواء قد وصل إلى الخس. طبعا القصة الأولى وهي أحد المربين أخذ أوراق الخس ووضعها لحسون فمات هذا الحسون، طبعا ظن بأن الحسون قد حسد وأن الحسد قد أصابه، فاتصل علي هذا الشخص وقال لي أن الحسون في حالة غريبة. سألته ما الذي حدث، قال يعني لم يحدث شيء جديد إلا أنني أطعمته ورقة خس، فقلت له أن الخس مرشوش، فقال لي لا، الخس ليس مرشوش، أنا أزرعه في أرضي. فقلت له لربما أن هذا الخس قد أصابه الدواء من أشجار بالقرب منه، ولكنه لم يكترث بالكلام. هذا المربي قام بأخذ أشجار خس كاملة ووضعها في داخل مزرعته ولم يكترث بالموضوع. طبعا مات الحسون من التسمم، وثاني يوم غفل عن موضوع الموضوع الذي تحدثت معه فيه، وقلت له يجب عليك أن تتفقد أي طائر وضعت له من هذه الأوراق، ولكنه ظن بأن الموضوع يتعلق بالحسد وغفل عن باقي المزرعة. عندما خرج هذا المربي إلى المزرعة يعني وجد أن طيوره، معظم الطيور ميتة، وأن الفراخ تنادي طلبا للطعام، والأم والأب قد ماتت، وكانت كارثة يعني يرثى لها عند هذا المربي الذي لم يستمع إلى النصيحة على الجوال. قلت له يعني بسرعة أخرج وتفقد المزرعة وتفقد باقي الطيور وارفع عنها الخس، ولكنه اعتمد بالدرجة الأولى على أن هذا الخس غير مرشوش. عندما عاد هذا المربي إلى كلامي وراجع نفسه وسأل أحد إخوانه فقال له ما الذي حدث، فوجد أن أخوه قد قام برش أشجار الزيتون، قام الأخ برش أشجار الزيتون فوصل رذاذ الدواء من أشجار الزيتون إلى الخس. والأخ طبعا المربي لا يعرف أن أخاه قد رش الزيتون بمبيد الحشري،
فوصل ولم يعلم بأن الدواء قد وصل إلى الخس، فهو متعود أن يأخذ الخس من جذورها ويضعها في مزرعتي فتنزل الطيور وتأكل. وطبعا كانت المشكلة لو أنه قد لحق الأمر ورفع الخس بسرعة لما حدث، يعني أو لكانت الأضرار أقل ولو قام بمعالجة الحسون قبل موته بالحليب كما سأقول في نهاية الفيديو، وقام بمعالجة ما أكل من الطيور أو وضع لها الماء في الحليب لكانت النتائج أفضل بكثير. الحالة الأخرى هي امرأة كانت تبيع الخس في السوق، فأنا شخصيا اشتريت منها مجموعة من الخس. طبعا موضوعنا اليوم يعني تخيلوا كله عن الزيتون، ستجد أنه المشكلة هي أشجار الزيتون والخس الذي يزرع حول أشجار الزيتون. شريت منها بعض الخس، وأنا من طبعي كما تحدثت سابقا أنني أضع الخس بالكامل في جار دل، يعني دلو أبيض كبير، وأغمر الخس بالماء لمدة ساعتين. غمرت الخس ووضعت لمزرعتي ونزلت لكي أنام، فإذ بباب البيت يطرق وينادي أحد الجيران، يعني يناديني ويقول لي أن الكناري يموت. قلت له ماذا وضعت؟ قال وضعنا له ورقة خس. فقال قلت له خلاص، تأكدت بأن الموضوع تسمم، فقلت له أحضر يعني اغلي ماء، اغلي الماء وضع معلقة من الحليب ريثما آتي لك، يعني حتى أصلك. ارتديت ملابسي وذهبت له إلى البيت بسرعة، طبعا جاري، وأمسكت بالطائر فوجدته يعني بدأ يموت. أمسكت بالإبرة والنيدل السرنج وبدأت أسحب من الحليب الذي طبعا برد بعد أن غلي، هذا الحليب غلينا طبعا، قمنا بوضع كمية من الماء على الغاز حتى أصبح فاتر، ووضعنا عليه الحليب وحركناه ثم جعلناه يبرد نوعا ما، وبدأت أضع للطائر نقط صغيرة من رأس النيدل، من رأس الإبرة في فمه، وبدأ الطائر يشرب. كل يعني دقيقة دقيقتين أضع له نقطة من الحليب وأتركه، أضع له وأتركه، أضع له وأتركه، حتى تبرز هذا الطائر. أول ما تبرز هذا الطائر علمت بأن الدورة الهضمية، الجهاز الهضمي قد عمل، وأنه بدأ يعني بدأت الجهاز الهضمي عمل بشكل جيد. بقيت عند هذا الطائر أضع له الحليب حتى استعاد صحته وعافيته. طبعا بعد أن شفي الكناري الخاص بجاري ووقف على قدميه، سألته حينها، تنبهت لنفسي، سألته من أين اشتريت الخس؟ فقالت الأم، أم جاري المرأة، فقالت لي لقد اشتريت الخس من شارع كذا وكذا، من امرأة تجلس في المكان كذا وكذا. حينها تنبهت للأمر، لقد شريت في نفس اليوم من نفس الخس ووضعت لمزرعتي ونزلت لأنام. الموضوع له أكثر من ساعة ونصف، نفس الخس يوضع لكناري جاري ونفس الخس أنا وضعته بيدي للكناري خاصتي لمزرعتي. فخرجت من البيت منطلقا بسرعة إلى بيتي، من بيت الجيران إلى بيتي منطلقا بسرعة، وصعدت بسرعة إلى المزرعة وفتحت الباب ونظرت إلى الأقفاص فوجدت طيوري بخير والحمد لله رب العالمين. والفضل يعود إلى الله عز وجل أولا، وثم أنني حريص جدا جدا على غسل الخس لمدة طويلة في الماء وغمره في الماء. ولكن في اليوم التالي ذهبت إلى المرأة وهي تجلس تبيع الخس وقلت لها يا امرأة، الخس مرشوش أم غير مرشوش؟ فقالت لي ليس مرشوش. فقلت لها ألم تزرعيه تحت الزيتون؟ فبهتت المرأة ونظرت إلي، وكيف عرفت ذلك؟ فقلت لها عندما غمرت الخس في جردل الماء، في دلو الماء، خرجت أزهار الزيتون على وجه الماء، أزهار الزيتون خرجت على وجه الماء ورأيتها بعيني، فعرفت بأن هذا الخس مزروع تحت الزيتون. فقالت لي كيف عرفت؟ قلت لها من الأزهار. قلت لها ألم ترش أشجار الزيتون بالمبيد الحشري للقطنية للفطريات أو ما شابه؟ فسكتت المرأة عن الكلام واعتقدت بأنني قد أصابني الضرر، وهي تعلم بأنني أضع هذا الخس الكناري وأن الكناري ثمنه ليس بالهين، وهي تبيع خس بشواق المعدودة. فقلت لها تنبهي إلى هذا الموضوع، الخس الذي الموجود عندك خصوصا المزروع تحت الأشجار مباشرة كله مرشوش، تنبهي إلى هذه
النقطة. إذن خلاصة هذا الدرس، خلاصة هذا الدرس متابعي الأعزاء، احذروا من المبيد الحشري إذا كان على الخس أو على الهندباء أو على النباتات التي نطعمها للحسون. يعني إذا كنت متعود أن تأتي بالأوراق من أي مكان في الخلاء، يعني أقصد بالخلاء أي الأراضي الواسعة التي يكون فيها المزروعات وتخرج هذه النباتات التي نستخدمها للطيور، احذر من الأدوية الزراعية، وانتبه حتى وإن كنت تزرع ذلك في بيتك انتبه بأن لا يكون بجوار الزيتون، فلربما يأتي المزارع الذي تستأمنه على مكانك، وهذا حصل مع أحد أصدقائي قبل سنوات. أيضا نفس القصة هي تتكرر من جديد، وكان ذلك رجل يعمل عنده ويتابع له أرضه، فقام برش الزيتون، أيضا نفس المشكلة حدثت وهي تتكرر من جديد. علاج التسمم، علاج التسمم كما ذكرت قبل قليل، نحضر ماء ونجعله طبعا يصبح فاتر أو يقترب من الغليان، نضع عليه معلقة حليب. سيقول لي العديد من المربين أن الحليب لا يهضم، وأن الحليب طبعا ممكن تشتري حليب مبستر مباشرة من السوبر ماركت، من الدكان تشتري حليب مبستر وتريح رأسك من عملية الغلي. إذا وجد حليب جاف نقوم بوضع معلقة على كأس ماء ونجعله فاتر، نحركه حتى يذوب، أو نأتي بحليب مبستر وننقط للعصافير في فمها نقطة، لكل عصفور نقطة، كل دقيقتين نقطة، كل دقيقة كل دقيقتين حتى يتبرز العصفور. وإذا كانت كمية لا قدر الله نضع ننقط ونترك، نضع ونترك، يعني نمسكها بالواحد ونضع الحليب ونضع في القفص وهكذا، تمام. ثم نضع في المشربية بعض الحليب ونضعه في الأقفاص، لأن الحليب يفسد مفعول السم داخل اللي هو الطائر، داخل الكناري الحليب يفسد السم. لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى المتابعة وضغط اللايك وجرس الإشعارات ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.